للحديث عن إرسال واشنطن القاذفة الاستراتيجية B-52 إلى الشرق الأوسط، انضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول العقيد أحمد حمادة، الخبير العسكري السوري. سيادة العقيد، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم، الولايات المتحدة ترسل القاذفة الاستراتيجية B-52 في مهمة تقول إنها ستكون طويلة للشرق الأوسط، وذلك من أجل حماية حلفاء واشنطن. لكن هنا ما احتمالية توجيه ضربة لميليشيات إيران في سوريا والعراق؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالطبع، الوجود الإيراني في المنطقة العربية والتعديات الإيرانية للعديد من المنشآت النفطية، خاصة أرامكو وبعض السفن في الخليج، والتهديد بإغلاق مضيق هرمز، دفع الدول العربية إلى إنشاء تحالفات جديدة وتغيير خريطة التحالفات في المنطقة. فرأينا هناك تقارب سعودي عراقي، هناك تقارب سعودي تركي في هذه الأونة، كذلك هناك تحركات عسكرية عديدة في المنطقة. الولايات المتحدة تهدد مثلا أكثر من مرة في استهداف إيران واستهداف المنع الإيراني لمضيق هرمز أو لاستهداف النفط أو الناقلات ولحماية الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة. فأتوقع إرسال B-52 هو مؤشر كبير عسكريا بالنسبة للمنطقة، لأن B-52 هي قاذفات استراتيجية لا يمكن التغافل عن وجودها في هذه المنطقة، وهي التي يعني تبث الرعب في صفوف الأعداء. طيب، وهذه الطائرات يمكن استيعابها في قاعدة العديد في قطر أو في عين النسر في منطقة العراق على الحدود الأردنية السورية العراقية، وهذا يعني تتزامن هذه الإرساليات في المدة المتبقية لفترة الرئيس دونالد ترامب، الذي يهدد دائما في ضرب إيران وضرب المنشآت النووية الإيرانية. ونعرف بأن شهدت الفترة الأخيرة من أو الفترة حكم ترامب توترات عديدة مع إيران، وخاصة إلغاء الملف النووي. لذلك إيران اليوم يعني تعول على وجود إدارة ديمقراطية تابعة أو متواصلة مع إدارة أوباما، الذي عقد الاتفاق النووي مع إيران، وأنها تريد أن تمتص غضب الرئيس ترامب. طيب، في هذه الأونة وعدم التحريض. لذلك رأينا زيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد من أجل منع الميليشيات العراقية أو الحشد الشعبي من استهداف المنطقة. طيب، الخضراء أو بعض المنشآت الأمريكية. سيادة العقيد، العقيد، فقط معلومة عسكرية أريد الاستيضاح منها من جنابكم الكريم. هذا النموذج من الطائرات B-52 ينفذ ضربات استباقية قصيرة الأمد؟ هذه الطائرات تحمل صواريخ كروز، والتي يعني قاعدة عسكرية تبقى في الجو لمدة طويلة. استخدمتها أمريكا في العراق أثناء ضرب العراق وكذلك في فيتنام، وتستخدم هذه الطائرات من أجل المعارك القوية التي تخوضها الولايات المتحدة. لا أقول اليوم بأن المعركة غدا ستكون، ولكن إرسال هذه الطائرات أتوقع بأنه رسالة أولا للإيرانيين بأن الولايات المتحدة جادة في تنفيذ ضربات عسكرية موجعة لإيران في حال أي تصعيد ميداني أو شيء، أو كذلك هي رسالة للدول العربية المتحالفة اليوم مع الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة هي مستعدة للدفاع عن هذه الدول. وهذه الإشارة إرسال الطائرات B-52 إلى المنطقة. طيب، سيادة العقيد، يعني كما تفضلتم قبل قليل بأن إسماعيل قآني طلب من الميليشيات إيقاف استهداف المصالح الأمريكية في العراق، هل هذا مؤشر واضح برأيكم لعدم استفزاز الولايات المتحدة والتنسيق معها، أم تعتقد أن الضربة الأمريكية محققة تجاه إيران؟ ليست محققة 100%. لا يوجد شيء ثابت في السياسات أو في الأمور. ربما أن يكون هناك أي عمل عسكري مفاجئ ميداني
يقلب الطاولة أو يحرك إدارة الرئيس ترامب، وخاصة بأن الرئيس ترامب يريد أن يثبت للشارع الأمريكي وللعالم بأنه رجل قوي، وأنه خاصة حتى الآن لم تحسم نتيجة الانتخابات، وبأن الرئيس ترامب حتى الآن لم يعلن بأنه خسر هذه الانتخابات. لذلك من الممكن أن يصدر هذه المشكلة للخارج بضرب الإيرانيين كما فعل، ويتباهى دائما بأنه قتل قاسم سليماني، أنه قتل البغدادي، أنه استنزف دول الخليج في الأموال، وأنه دائما كان يعمل بسياسة ليس الدبلوماسية الهادئة بل بالدبلوماسية الفجة أو ربما بردود الأفعال. لذلك نتوقع بأن يكون هناك شيئا في هذه المنطقة، ولكن إيران ولكن لا أتوقع. ولكن سيادة العقيد، ولكن يعني قبل أيام كان هناك خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، هل هذا تناقض في المواقف الأمريكية برأيكم؟ القوات الأمريكية البرية، هناك اتفاق في أفغانستان، وخاصة رأينا بأن الرئيس ترامب غير وزير الدفاع الأمريكي، استبدله، وكذلك استبدل عدد من القيادات، لذلك نرى بأن هناك تغيرات عسكرية. أما بالنسبة لسحب القوات فهي اسطوانة سمعناها منذ البداية، وبالأمس تكلم الخبراء العسكريون أو القادة العسكريون بأنهم خدعوا ترامب بعدد القوات في هذه المنطقة. لذلك أتوقع بأن السياسة الأمريكية تخطط وجود قوات عسكرية في المنطقة العربية، خاصة للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ولضمان يعني ضمان طمأنة الحلفاء الأمريكيين في هذه المنطقة، خاصة العربية السعودية والدول التالية التي يوجد فيها قوات. لا أتوقع بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها بشكل نهائي من المنطقة، ربما يكون هناك إعادة انتشار أو تبدلات، والدليل بأن القاذفات الأمريكية B-52 قد وصلت إلى المنطقة. من اسطنبول العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري السوري، شكرا جزيلا لكم.